شنو هي أهم الحالات اللي سجلتوها على أثر الأحداث اللي شهدتها ولاية بنزرت فيما له علاقة بأحداث الكورة اللي تعرفت حكاية البلاي أوف؟ شنو هي أهم الإشكاليات اللي وصلتكم وإلا أهم الإصابات وإلا التجاوزات اللي سجلتوها أنتم؟ هو في حقيقة الأمر ورد على فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بنزرت العديد من الشكايات معناتها مرفوقة بشهادة طبية وفيها معناتها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من طرف أعوان الأمن في الأيام الفاصلة بين 15 أبريل وإلى صبيحة يوم الخميس 18 أبريل. وإحنا كفرع الرابطة اطلعنا على الشكايات هذه وزرنا حتى الموقوفين بعد ما خرجوا من السجن أو حتى اللي موجودين حاليا في مقيمين بالمستشفى. إذن في حتى نبدأ لك بالحالات الأولى اللي وقع معاينتها اللي مثلا نحكي لك فما شكون معناتها خرج معناتها ما يتكلمش مشكون خرج بكوش ما يتكلمش دخل يحكي يتكلم خرج ما بكوش ما يتكلمش فما إنسان ولد واحد آخر صغير من مدينة جرزونة وقع الاعتداء عليه حطوا له الجهاز الراديو معناها نتاع البوليسية في وسط فمه فما شكون اعتدى عليه بالضرب على ظهره بالعصي وهناك معناها زوجة بالشيخ هذه في مدينة القصيبة في الحادثة اللي صارت ليلة الأربعاء نهار الأربعاء معناها وقع الاعتداء على منزلهم بالغاز المسيل للدموع وهي معناتها أونسانت في كرشها توأم ثم ولدتهم نهار الجمعة ميتين معناها وهناك سي حمدي البجاوي كيف مقيم في الإنعاش محمد رحمون زاد كيف في بالنا معناتها مضروب ومتضرر في مازال في حالة إيقاف فما زاد السيد عز الدين بدخان اللي ضربوه خرجوه من وسط حانوته كيف ما شاهدناه في التقرير اللي عدته احدى القنوات التونسيه اعتداوا عليه معناتها اغلب الموقوفين اللي وقع اطلاق سراحهم الى حد الان هم يعانون من حالات معناها سوى معناتها اثار تعذيب او معناتها حالات اغماء وقع معناتها ضربهم داخل اثناء الحملة الاعتقال العشوائية والعنيفة يعني احنا عينا الحالات هذه بخلاف معناتها الاعتداء على مقر البنك والبلدية بنزرت هذا اللي عيناه زاد والحادثة المؤسفة اللي تمت بانزال العلم التونسي امام مقر البلدية احنا قمنا معناتها برصد الانتهاكات هذه وكنا صورناها بالصور وبالفيديوهات ووثقنا الحالات هذه كل وحتى في المحاكمات كنا حاضرين وموجودين وسخرنا حتى محامين كانوا يرافعوا عليهم هذه ابرز معناتها ما حدث في الايام هيك تو الان معناتها بعد الحديث هذه ومن بعد ما الحالات اللي حكينا عليهم كل فما تتبعات معناتها مش تقوموا بها من جهتكم قانونيا احنا بالنسبه لنا احنا يلزم اول حاجه الناس اللي قدمت شكايات في المقر الفرع وعلمتنا احنا نتابعوها ونساندوهم ونكونوا موجودين معاهم لحظه بلحظه ونوريهم معناتها شنو ينجموا يعملوا واحنا معاهم معناها احنا ندعيوا معناها كافة المجتمع المدني والقوى الاجتماعية والسياسية بتحمل معناتها مسؤولياتها ازاء الاحداث الخطيرة هذه اللي تمت واحنا مع الاحتجاج والتظاهر السلمي وندين كافة اشكال العنف مهما كان معتاد.